بيوتي باي ليلى. سوري. بيوتي باي ليلى عبيد، اليوم شو موضوعنا ليلى؟ ولا بتعرفي هيدي لحة شي منيح؟ رح اقول لك ليه. هيدي بتلفت قد ايه اليوم طلتك حلوة، ألوانك حلوة، قصة شعرك، هيدي كلها لما بنحكي عن المناسبات ومنجرب إنه نكون أحلى، عادة اللون هو بيكون الأبرز. نعم. سو هيدا موضوع حلقتنا اليوم لحتى نحكي عن الإطلالة، كيف تكون الأجمل ومتميزة، بتبتدي باللون يلي هو بيدخل دايماً على الإطلالة. واليوم هلأ صيفية، يعني مناسبات ورا بعض، أوقات ما بنقعد نلحق. صحيح. يعني نكون كده دايما جاهزين لحتى اللي نقدر نستمتع بالمشوار اللي بنكون رايحينه على الايفنت يلي بيكون عنا اياه. اكيد اليوم رح ناخذ اتصالات لحتى نساعد الاشخاص يلي بحاجه لمساعده للمناسبات يلي هلا عم تكون هيك بتاخذ شوي من اهتماماتنا، ولما بنكون بنعرف شو بدنا وبنرتب الاشياء قبل بوقت بتصير ايزي لحتى نقدر نكون الاجمل. إذا على رقم الـ MTV هلا بنشوفه على الشاشة 0464، فيكم تتصلوا فينا لأي سؤال بهالإطار، بإطار الجمال إجمالاً، على كل حال فينا نجاوب. والبداية ما في يكون قول أنا I'm going to shine، رح ضوي من دون ما أكون حضرت حالي للمناسبات، نحن مش بس للصيف أو للشتاء، لكل الأوقات. وهلا في أعراس وما رح نعمل حلقة للعروس، أما للحضور كمان لازم يكون في عنا تحضيرات. سو المناسبات إن كانت خاصة فينا أو بغيرنا، كيف نكون نحن الأجمل؟ البداية هي إنه إذا كان المناسبة بالصيف على البحر أو بأماكن عشاء بمكان مغلق أو بمناسبة خاصة، وإذا كان بالأفراح. رح ابتدي بالأفراح. ما في شك أنه بالأتيكات كلنا بنعرف أنه مش مستحب اللون الأبيض كلون نرتديه نحنا بهالنهار بالذات، ولكن رح يكون في كتير ألوان نختارها ما بين الألوان يلي بتلبق لنا. وإن كان بالنسبة للمناسبات يلي بتكون على البحر أو open air، كل ما تكون القماشة مسلين، كل ما تكون متطايرة، كل ما تكون ملونة، كل ما تكون أجمل. وإذا كنت أنا بمناسبة ما بالصيف ومكان مسكر، حلو إنه يكون في statement هيك معينة، كون الفابريك هيك أشد على الأبر بارت لحتى أرتاح، إن كان أوف شولدر أو وان شولدر أو كل هالأمور يلي بتساعدني إنه أكون مرتاحة. البوستشر هو الأساس، كيف أمشي، كيف أدخل، كيف تكون دخلتي على المكان. يعني بدي أفكر براحتي بالشوز، ولكن فكر إنه هالشوز بليق بطولي أو بطول الرفيق يلي رح يكون مرفقني أو الزوج. لازم ما أقول إذا أنا طويلة ما بلبس كعب عالي، وإذا قصيرة بحق لي ألبس كعب عالي. لا، طلتك بدها ترافق الشخص يلي داخل معي. إذا زوجي ما بيتمتع بطول أطول مني، مش معناتها صح أني أنا أبرز طلتي تفوق طلته كطول. وهون هي الساحرة، طل الساحرة، إنك تكوني مش بخيال الرجل، إنك تكوني قرب الرجل بإطلالة حلوة وبتليق. يعني لما بيكون في تناسق بالطول مش غلط إنه يكون هالشي. وهيدا لاحظنا بتقاليد معينة، ولكن خاصة بالعرس بالأردن لاحظنا كيف السيدة رجوة كيف كانت لبسة فلات. بس أوقات الفلات بيقلل من بيقول ما في شك يعني بيقلل من الفستان، وما بيعطي. بس كمان اختيار الفلات أوقات بيعود، يعني أكيد يمكن صار في انتقادات للفلات شوز، ولكن إذا بتطلعي بتفاصيل بتشوفي أنه بالعكس أنا احترمت كتير هيدا الشيء. وسمتايمز الفلات شوز لما بتكون كتير مشغولة عليها ما بتعود حلوة. الفلات شوز هي كمان يبقى فيها تاتش من الشياكة، بس ما بتكون كتير مثل الشوز اللي بيكونوا مشغولين.
سو مستحب انه نعمل هالتفكير قبل ما نترك للمناسبة. هون بنكون ابتدينا ما بين الشوز ما بين الاكسسوريز. اذا شعري مشدود حلو يكون في عندي حلق حلو كتير. انا من الناس يلي ما كتير بشد شعري وبتبع الحلق الطويل واي نوت، ولكن اكيد اذا عم بختار قطعه صيغه وحده بكون عم حط حلق بلا شعر مشدود هيك طوال او هيك لاعمل لحالي اطلاله تكون متميزه. ولكن اذا كان الشعر من الشعر يلي بالهواء بالرطوبه بيصير في عنده توبير وبيبطل عاطي هالاطلاله المتماسكه بالشعر، مش غلط انه ضب الشعر هون، حتى في اعمل هيك حركه بالشعر من دون ما ضبه كومبليتلي، بس اكد على نفسي انه ما رح يتغير الشعر بالمكان اللي انا عم كون فيه. والانطلاقه اذا انا بدي اكون اجمل بمعزل عن اي مناسبه كيف لازم احضر حالي وخاصه بالصيف. نعم بالصيف اختيار الالوان كمان كيف لازم يكون، يعني اوقات نحن نقول سيمبل يعني لانه اللون بيكون معوض، او اوقات بتكون ابدا مشغول كثير على هالفستان وكثير حلو وبجنن بس لونه مش مناسب وبيروح كل الشغل. وهون بدي اقول انه في الوان، يعني في ناس بتقول انا بتجنب اللون الكحلي وبتجنب اللون الاسود وبتجنب انه صيفيه. انا لا، انا بقول ما لازم نتجنب قطعه الكت تبعها بتليق لنا. في قصات بتحلينا وبمعزل عن اللون، يمكن البس لون حلو كتير والقصه ما بتحليني، بس حتى الالوان ما بتلبق لكل الناس حقيقه، واللون الشعر ما بيتناسق مع لوني، وانا مش عامله برونزاج لنفترض، لا الفابريك بيلعب دور والكت بتلعب دور وشخصيتنا. لما بنكون لابسين اخترنا قطعه مش مرتاحين فيها نحن وعم نقعد كل وقت بتفتح او بتشد الصدر لفوق تعطي حجم ما فوق الكت اللي موجود بالقطعه، هيدي كلها بتشوه المظهر. لازم يكون في هالتناغم ما بين القطعه اللي نحن لابسينها وشخصيتنا، ومش كل الوقت نكون عم نشغل وغطي وعلي، بلا ارتاح بالقطعه يلي انا بدي البسها لكون انا محط انظار حضوري. والاكثر مفروض قبل ما ننتقل لتفاصيل البيوتي اللي أنا اليوم رح أحكي عنها، بدي أقول أنه لازم نشتغل على صوتنا بحضورنا مثل مشيتنا مثل عطرنا. يعني العطر لما بيكون كتير قوي، ولو أنا بحب العطر القوي اتجنبه لما في مناسبات خاصة وقاعدة أنا كتير قريب مع الأشخاص. الأشياء الفلورال، الإسبريدي، هيك البودري كتير أحلى بالصيف، حتى نتعود عليها شوي لما نزعج الغير لما نكون قاعدين بالهواء، مثل لما بتطلع ريحة سوري يعني ريحة الأرجل أو ريحة تحت الأبط، هي بتوازي البرفيوم البشع والبرفيوم يلي كتير قوي قد ما كان حلو. إذا كتير صحيح. كتير قوي مزعج صحيح. ولكن كمان قبل ما ننتقل لأقول أنه تنتجنب رائحة الجسم في كتير عوامل لازم نشتغل عليها. الفابريك، في بعض القماش اللي فيه نايلون شو ما عملنا رح يرجع يطلع ريحه جسم، وهون اطلالتي بتبلش تضعف. حتى لما بكون مثلا اذا الجسم ناكل كتير اشياء فيها حر وفيها دهون كمان بتاثر انه تزيد، او الكحول. هون لازم ننتبه انه نستعمل الديودرنت يلي بيكون بيساعد ليخفف من التأقلم اللي بيصير مع ريحة الجسم، ويلي هي الأهم تجي بنظافة الجسم قبل وضع العطر يلي هو بيساعد كتير. وأما للرجل زيت الشي. وهون بدي أقول إنه إذا كنا من الأشخاص يلي بيعرقوا كتير نتجنب الألوان مثل الأبيض مثل القماش يلي كتير رقيق يلي ببين عليه التعرق. مفروض فينا نرش شوية باودر قبل ما نلبس، نرجع بعد منها نحط الديودرنت لحتى نرتاح وناخد معنا ديودرنت. ولكن حذاري من وضع الديودرنت على التيب لأنه المسلين وهيدا كله أو كل الأشياء تنزع القطعة منا نتجنبها. من بعد ما نحط العطر نقعد شي دقيقتين قبل ما نلبس تيبنا نتأكد أنه ناشف تحت القبط أو على العنق قبل ما نلبس تيبنا. وبالختام هي البداية كيف نتحضر للمناسبات.
اختيار قصة الشعر ولون الشعر هو أساسي، مثل اختيار كيف بده يكون فورم الحاجب وقص الحاجب. أحيانا لما منضطر إنه يكون الحاجب فيه شعيرات بيض وطوال، هيدا مش مستحب ومنه جمال. حلو إنه ننشط حاجبنا على طبيعته وما نقصقصه، هو الأجمل بالصيف. يمكن بالشتاء بسمح شوف حاجب كتير مقصقص، أما بالصيف حلو يكون برشت أوت سوبت مثل ما بيقولوا، كأنه حتى صابونه ومشطته. بالنسبة للشعر، لما بيكون العنق طويل أو بيكون العنق قصير، بدي ما أقعد فكر فيها إذا عنقي قصير وعنقي طويل. إذا أنا برتاح بشعري وعنده فوليوم حلو وفريش، أكيد الشعر الطويل هو جميل بالصيف بحد ذاته. أما أنه يكون عندي هايلايت بكل شعري وينشف شعري مهما كان البرودكتس عم تستخدم، بالنهاية رح ينشف شوي. خلينا نقول أنه البورتور نعمل شوية بلاشين، كأنه حتى بلاش على أطراف الوجه الشعر يلي قريبة من الوجه، تيضل الشعر فيه لمعيه. وضع الماسك ما قبل المناسبات بيوم أو بيومين مش غلط لحتى يكون في لمعة بالشعر. بالنسبة لاختيار اللون، إذا كنت أنا من الناس اللي بيستهويني اللون الغامق البرونزاج، مفروض فيه أنه أعطي شوية ضوء، روح للهاني كولرز أكتر. أما بالنسبة لتحضير البشرة والجسم، سكرابينج هو أساسي. افرك جسمي لحتى يكون في لمعة حلوة مع البرونزاج، استخدم الكريمات يلي مرطبة وملمعة على الديكولتي. وأما الوجه كون عاملة فيشل منطفة، ما في بلاك هيدز، ما في بول دو غريس. وهي المرحلة أنا بلاحظها من عندي بالسنتر أكتر مرحلة بكون عم بعمل فيها نيتواياج، لأنه الناس بتحب تشوف السكين سكين ديب، كأنه لما بتحط كريم أو فاونديشن. نحن عادة بالصيف بنصير نخلط شوية كريم هيك رقيق مويسترايزر أباز دو يلي أكويس، يعني من المي أكتر من الدهون، كتير رقيق فيلم إدراتا، بزيد عليه شوية فوندوتا أو بختار بيبي كريم أو سي سي كريم لحطه على الوجه، تكون يضل الوجه يليلي طبقات الجلد أي ما سامنا ما يتغطى كتير. إني أوضع باودر تحت العينين مش كتير مستحب لما بكون كتير قريبة من الناس، لأن ببين تجاعيد. بحط الكونسيلر بطريقة كتير رقيقة بدون ما كتر كريم under the eyes، استخدم يعني برايمر بيساعد إنه يخفف من قوة الباودر. أما إذا كنا نحن على سكرين أو في تصوير، ما في شك إنه الباودر تحت العينين هو صح. اختيار العلاج المثالي ما قبل المناسبات هو بهالاشياء يلي بتعمل جلو، يلي كتير بالبيوتي سنترز، ويلي بتساعد تاخد الضوء من البشرة من بعد ما تكون عم تساعد على اغلاق مسامة وتخفيف الدهون منها. اختيار الألوان الملمعة بالصيف يلي ما يسمى كونتورينج وهايلايتينج مش كتير مستحب نحط لميع تحت العينين، لأنه الوجه بيعرق. بالشتاء حلوة والناس بتفكر بالعكس، بالصيف ببين الوجه كأنه مع عرقين أكتر. فينا نحط بالأريا الانر بارت بالأبر ليد اتس اوكي تحت الحاجب مع كونسيلر خفيف بضوي، ولكن على راس الخدود بيعطي تعرق ما بيعطي جمال. بالنسبة للحمرة والنيل بوليش حلو يكون في تناغم، يعني انه ما حط لون كتير، اذا حط احمر او لبسة احمر ما ارجع حط احمر، يمكن بحط روج نوار او بحط فرنش او بحط نيود، بس ما حط زهر كمان. صحيح. او اختار الالوان مثل ما هلا رجع فيه التشوكي نيلز، فيني خفف من التشوكي نيلز. يعني اذا الحمرة نيود بقدر اشتغل بالنيل. صحيح. والعكس صحيح. صحيح. يعني واحد منهم بده يكون نيود. هيدي الحقيقة. والتشوكي نيلز يلي كتير موضة هلا، ما كتير الأنوثة بتحبها. خلينا نضلنا باللمعة الحلوة. يمكن الرابر أحلى من الجلش لأنه بيعطي هاللمعية ما بين تحت الأظفر، مثل ما قلنا سكين ديب ويضلوا النيل ديب، يعني ضلنا نشوف النيل بطريقة حلوة. ولما منحط الأبيض فينا نستخدم جراج، فينا نستخدم الألوان اللي بتضلها تعطي أخف من الأبيض القوي. وبالختام قبل ما أنهي، أطلالتك
هي مسؤولية منك. ما أقول ما عندي تياب، في ألعب بالألوان وبالقطع اللي عم بلبسها، ولكن في يكون متميزة بستيلي، مش ضروري اطلع بستيل الغير، أعمل كومبينيشن حلو. فكر دايما بالمناسبة اللي أنا فيها تكون أنا the most simple، وهيك بكون الأشياء، وكل ما خفف الأشياء كل ما كون الأجمل. بس هذا السيمبل مدروس، مدروس مدروس منيح ومخطط له قبل المناسبة، من ما كون أنا إجت المناسبة وعملت عجقة على نفسي، هون بضيع وبوقع بالأخطاء. Thank you ليلى، إن شاء الله دايما مناسبتنا فرح بفرح بكل الأحوال. وقفي هلأ ومنرجع منتبع لايف.